دعني أبدأ معك أستاذ إبراهيم بداية لتقديرك وقراءتك لهذا الموقف اليوم، وهل إسرائيل دخلت جولة جديدة من القتال والتصعيد في قطاع غزة؟ يعني أنا برأيي أن إسرائيل تحديدا وبنيامين نتنياهو تحديدا يريد عدم الوصول إلى صفقة. نحن كنا نتحدث، والأمريكان حتى صباح هذا اليوم، الرئيس بايدن، كل المسؤولين الأمريكيين يتحدثون عن أن هناك تقدم حقيقي، والرئيس بايدن قال أنا أرسلت الوفود ومندوبية إلى الشرق الأوسط وما زالوا موجودين لتنفيذ صفقة أنا اقترحتها على بنيامين نتنياهو. ولكن على ما يبدو بنيامين نتنياهو لا يريد الرضوخ لإدارة بايدن، وينتظر إدارة ترامب التي ستسهل له كل ما يريد من الشعب الفلسطيني. الأمر الثاني لما يحدث في هذا التوقيت هو عملية التهجير، سواء القسري أو الجبري على الجانب أو الطوعي للفلسطينيين. نحن لدينا أماكن، هذه الأماكن هي أماكن إسرائيل قالت في البداية أنها أماكن آمنة، ثم قالت بعد ذلك تريد نقلهم إلى أماكن أخرى، مع العلم أن هذه الأماكن لا يوجد فيها أنفاق لأنها تعد جبال وكثبان رملية لا ينبغي أو لن يصلح تحتها الأنفاق بهذه الصورة وبهذه الطريقة. الأمر الثاني أن حركة حماس تنفي النهاردة بأن أصيب الضيف أو اللمعه. طيب القصة هنا لماذا تريد إسرائيل في هذا التوقيت؟ هي تريد أن تخرج الفلسطينيين من أماكنهم، هي تريد أن يكون هناك حالة من السخط على حركة حماس لما يحدث لزيادة قتل المدنيين، أيضا هي تريد أن تحسن تفاوضها على ما يحدث. أيضا بنيامين نتنياهو يريد القصة كاملة بأنه الانتصار المطلق حتى ولو كان على حساب الدماء الأبرياء الفلسطينيين. ولكن للأسف الشديد المنظرين الإسرائيليين والذين يدعون السلام دائما ما يقولون أنهم كانوا رفقاء للضيف وغيره، ونحن نرى الصورة واضحة، أطفال ونساء من يهربون من القتل والدمار. وبالتالي أصبح لزاما الآن على المجتمع الدولي أن يتدخل لرفع الحصار عن الشعب الفلسطيني. ونحن نتحدث ماذا عن تعقيبك أستاذ إبراهيم على ما نشره الآن مع ما نشره الجيش الإسرائيلي من صور يعني عبر الأقمار الصناعية قبل وبعد هذه الغارة، يعني تأكيده على أساس أنه هذا مجمع مسيج تابع لحماس وعناصر حماس يختبئون فيه وأنها كانت منطقة مفتوحة؟ إلى أي مدى يمكن الركون على هذه الرواية؟ أنا أعيدك إلى هذه الصورة أيضا. لا، أنا أعيدك إلى هذه الصورة، المخيمات بجوار سور هذا السياج، ومن الأجدر والأولى أن الدبابات الإسرائيلية كانت أيضا بجوار هذا السياج بالمناسبة في صور أخرى موجودة والآن موجودة، والذي يظهر هذا الأمر هو الجانب الإسرائيلي نفسه بالمناسبة والصحف الإسرائيلية، ونحن نتابعها من على المواقع الإسرائيلية. إذن إسرائيل تدين نفسها بنفسها أن هذا السياج كانت الدبابات الإسرائيلية بجواره منذ ساعات ومنذ أيام ولم تدخله. إذن لماذا لم تدخله وهي دبابات موجودة، ولماذا لم تضربه عن قرب، ولماذا تضربه في هذا التوقيت وهي تعلم أن خيام المواطنين الفلسطينيين محاطة بهذا السياج؟ لكن هذه ملكية خاصة أو ملكية عامة، لا ندري لمن هذا السياج، بس الدبابات الإسرائيلية كانت بجوار هذا السياج. إذن إسرائيل تريد قتل المدنيين، إسرائيل يعني تتفنن في إبادة الشعب الفلسطيني لتجبره على التهجير القسري أو الطوعي. النهاردة الفلسطينيين في ظل هذه الأحداث من يستطيع الخروج من قطاع غزة فسيخرج، سواء عبر البحر أو عبر البر أو عبر إسرائيل نفسها. أنا أعتقد أن هناك جحيم يعيش الجانب الفلسطيني والشعب الفلسطيني في قطاع غزة. إسرائيل لا تريد أن تبرم أي اتفاق قبل أن ترى قطاع غزة لا يوجد فيه فلسطينيين، تريد عملية التهجير التي بدأتها منذ 7 أكتوبر وما بعدها تريدها مطبقة على أرض الواقع، تريد العالم أن ينجر في هذه الرسالة وأن يأخذ الفلسطينيين من أرضهم، وتهجير آخر بالنسبة للفلسطينيين. وهذا ما تسعى إليه إسرائيل، وهذا ما يسعى إليه بنيامين نتنياهو. وللأسف الشديد
بنيامين نتنياهو هو من يريد قتل المدنيين ويسعى لقتل المدنيين لأنه كبير المتطرفين، هو يتزرع بسموتريتش وبن غفير. لكن أعيدكم إلى تاريخ بنيامين نتنياهو الأسود مع رابين ومع من بعده ومع الفلسطينيين أنفسهم ومع تدمير السلطة الوطنية الفلسطينية وحصار قطاع غزة وتدمير قطاع غزة وتدمير الشعب الفلسطيني. فإذن بنيامين نتنياهو لا يريد حل الدولتين، لا يريد أن يكون بجواره فلسطينيين، لا يريد إلا الدولة اليهودية المتدينة، وهذا ما يسعى ليه بنيامين نتنياهو منذ اللحظة الأولى. وأعيدك إلى أن بنيامين نتنياهو هو من وافق في صفقة شاليت التي كانت في 2011 على 1027 أسير، مع أن أولمرت لم يوافق إلا على 370 أسير فقط، ومعظمهم ليسوا من المحكوميات العالية وعلى رأسهم السنوار. وبالتالي بنيامين نتنياهو هو من وافق على خروج السنوار، لأن كان في هذا التوقيت برجماتي للغاية، وهو كان بمثابة الوصول إلى سدة الحكم والتربع على عرش رئاسة الوزراء في إسرائيل. طيب دعني أتحول للسيد يوني بن مناحم تعقيبا على هذه التصريحات وعلى هذه الخيارات الإسرائيلية وخيارات نتنياهو. ما الذي قد يبرر استهداف منطقة مليئة بعشرات الألاف من المدنيين النازحين اللي صنفتها لهم إسرائيل منطقة آمنة، لنتابع المشاهد والحفرة العميقة والأضرار والأطفال لتبررها إسرائيل على أساس استهداف قيادة يعني اثنان من قادة حماس قياديان في حركة حماس، حتى الآن تنفيهما حركة حماس على أساس أنه هذا نوع من المغالطة والكذب؟ إحنا ننتظر لنرى التأكيد الرسمي، إذا في هناك تأكيد رسمي. حتى هذه اللحظة ليس هناك أي تأكيد بأن فعلا قتل محمد الضيف ورافق السلامة، ولكن هذا شيء غير جديد، يعني بأن حماس تستخدم المواطنين الأبرياء كدروع بشرية. ومنذ بداية الحرب العدد العالي للناس الذين قتلوا في قطاع غزة في مدنيين أبرياء، وهذا بسبب إنه حماس تستخدمهم كدروع بشرية، ولكن هذا لا يعطيهم أي حسنة. وعلينا نذكر بأن محمد الضيف هو المسؤول والذي خطط مع يحيى السنوار المجزرة البشعة في 7 من أكتوبر في المجتمعات الإسرائيلية على حدود قطاع غزة، وهم الذين أدخلوا 3000 من الناس حماس للقيام بهذه المجزرة. وهو مطلوب لإسرائيل منذ 30 سنة. لكن هل هذا يبرر استهداف المدنيين؟ حتى إذا تحدثت عن تصنيفك لحماس كحركة إرهابية وتستخدم مدنيين، يعني إذا ما أخذنا هذه الرواية حرفيا، إسرائيل كدولة في المجتمع الدولي في المنظومة الدولية عليها استحقاقات قانونية وأخلاقية فشلت فيها حتى اللحظة. ليس أي شيء يبرر قتل المدنيين الأبرياء، ولكن أحيانا أنت كدولة ديمقراطية ودولة حرة ودولة مثل الولايات المتحدة أيضا في محاولاتها لقتل الإرهابيين في العراق وسوريا، هي أحيانا تقتل المدنيين الأبرياء، لأنه إذا هناك استخدام من قبل الإرهابيين لهؤلاء المدنيين الأبرياء، وأنت تريد أن توفر الضحايا في المستقبل. يعني ماذا عمل محمد الضيف؟ هو جلب المآسي على الشعب الفلسطيني في غزة منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة، حوالي 40,000 قتيل. هذا كله بسبب محمد الضيف ويحيى السنوار. إسرائيل لم تعتدي على القطاع، حماس هي التي دخلت الحدود الإسرائيلية وهي بدأت بهذه الحرب، وهم عليهم المسؤولية لكل من قتل في إسرائيل وفي قطاع غزة. طيب دعني أتحول للسيد أو دكتور أحمد رفيق عوض تعقيبا على هذه التطورات، ويعني حتى المسؤولين الإسرائيليين للقناة 12 يقولون أنه التقييم كان خلال رصد الضيف أنه قد يكون ضرر تكتيكي فوري وخاصة في مجال التهدئة والمفاوضات، لكنه سيكون مفيد أو مفيدا استراتيجيا، خاصة أنه سيبعث رسالة لقادة حماس وعلى رأسهم السنوار بأن إسرائيل قادرة على الوصول
إليه أيضا؟ هل هذا تحقق برأيك، خاصة إذا ما تحدثنا أنه تقييم الوضع، وحتى الآن نتحدث عن ترجيحات إسرائيلية على أساس استهداف الضيف والسلامة دون تأكيد؟ لا، هذا يعني لن يحقق أي شيء استراتيجي، لأنه سبق أنه إسرائيل اغتالت مؤسس حركة حماس، الرنتيسي قائد حركة حماس، مقادمة، كثيرون يعني اغتالتهم ولم تتأثر حركة حماس، بالعكس من ذلك تماما تقوت حركة حماس، انتشرت، أخذت ذخر أخلاقي وذخر شعبي وأخذت حضور أكثر وأكثر. وبالتالي مسألة الاغتيال، يعني طبعا طريقة إسرائيل بتقول لك أنه عندما تغتال قادي ستربك اتخاذ القرار، ستربك الهيراركي القيادية والتراتبية القيادية، ستغير اتجاهات، ولكن هذا الأمر لم يثبت حقيقة. هذا أولا. ثانيا، واضح من سرعة الكلام عن أنه هذا كان ضربة لاغتيال أو احتمال اغتيال الضيف ورفع سلامة، وسرعة إصدار هاتين الصورتين اللي بتقول قبل وبعد الضربة، هذا يدل على أنه الجيش الاحتلال الإسرائيلي والحكومة الإسرائيلية واضح أنها تريد أن تعطي رواية. هذه الجيش الإسرائيلي، جيش الاحتلال وإسرائيل خبيرة في البروباغندا، خبيرة بالإعلام، خبيرة بالعلاقات العامة، دغري أعطت قصة. دغري بدل ما نحكي عن حوالي 400 ضحية فلسطينية ما بين شهداء ومصابون ووضع صحي منتهي تماما وناس في الخيام، أصبح الكلام أنه هل تم اغتيال الضيف أو رافع سلامي، وهل كان هذا يعني معسكر لحماس ولا كان خيام للنازحين اللي ما عندهم مش إشي، اللي عميهم جعانين ما عندهم مش إشي يأكلوه. إذن صار هذا، هاي دغري إسرائيل قدمت رواية، دغري قدمت قصة، والعالم راح يشغل بهاي القصة. لا، هو عمليا بس نيجي نشوف كيف تمت العملية، مذهلة، بمعنى أنه بدأت العملية بطائرات F-16، ثم تبعها مسيرات تطلق النيران والصواريخ، ثم كان هناك حزام ناري منع المنقذون، الدفاع المدني، صليب الهلال الأحمر، منعوا من الدخول. إذن بالتالي لا، هناك في قصدية، في هدف، مش قتل واحد، مش قتل واحد أو اثنين. هناك، طيب، ما هو هذا الهدف برأيك دكتور أحمد؟ ضربت خيام. بالضبط، شو الهدف؟ الهدف سيدتي أنا برأيي أنه نتنياهو وحكومته، ويعني لم يعد يخفى حتى على الجمهور الإسرائيلي أن هذه الحكومة تريد أن تحقق أهدافها، مش بس التكتيكية وإنقاذ رأسها ومحاولة العودة إلى الحكم من جديد ومحاولة استعادة الدور والوظيفة ومحاولة طمس الفشل وطمس الثغرات ومحاولة تبييض الصفحة وتبييض السيرة، وأيضا لتطبيق البرنامج الأيديولوجي القائم على تفكيك السلطة وإقامة دولة يهودا في الضفة الغربية والفصل ما بين قطاع غزة والضفة. كل ذلك صحيح، ولذلك هو يريد هذه الحرب، يريد إشعالها، أيضا هو يريد إنه الصفقة والمفاوضات تجري تحت ظل هذا الـ هذا الـ هذا الإجرام، بمعنى إنه يكسر إرادة الشعب الفلسطيني وبالتالي يخضع المقاومة لأن توقع الاتفاقية دون كلام، بمعنى إنه هذا يعني كسر حقيقي للفلسطينيين. على فكرة ما يجري أيضا هو سحق للوعي الفلسطيني، بمعنى عمليا هذا تيئيس للفلسطينيين من إنه تعترض على الاحتلال، بالإضافة إنه هناك أهداف أخرى، يعني بمعنى أنه تحويل حياة الفلسطيني إلى جحيم حقيقي، بحيث أنه يصبح أي بصيص ضوء بالنسبة له حل. لهذا السبب ما فعله نتنياهو هذا اليوم عمليا تفجير للمفاوضات، محاولة تركيع المقاومة وتيئيس الفلسطينيين. طيب، دعني أسألك سؤال يعني قبل أن أتحول للأستاذ إبراهيم في نفذات النقطة. دكتور أحمد، أستاذ يوني قال أنه، وربما هذه مع الرواية الإسرائيلية بشكل عام، أنه قيادات حماس تستخدم المدنيين دروعا بشرية، وهذا يفسح المجال بالنسبة لإسرائيل لاستهدافهم وعدم تفويت الفرصة، وبالتالي الحق على حماس.
هي قصة يعني. هذا نرجع لحكاية بريك الزيت. حكاية بريك الزيت إنه لماذا 7 أكتوبر؟ لأنه في 1948 في نكبة، في احتلال. لماذا الضفة الغربية؟ إحنا محتلين تماما من يعني كل المدن والقرى وكل شيء، يعني في احتلال. إسرائيل لا تريد أن تعترف بذلك. قطاع غزة محاصر، محاصر تماما ل 16-17 سنة. بالتالي إسرائيل ماذا تريد؟ تريد منا كفلسطينيين، كشعب فلسطيني، أن نشكرها على احتلالها، أو أن نتكيف مع احتلالها، أو أنه نخضع لكل شروط هذا الاحتلال. وللأسف للأسف، وهذا عقلية غريبة عجيبة، أنه حتى بعد أوسلو اللي كان في نوع من محاولة التكيف بين قوسين، التكيف مع وجود الاحتلال، الاحتلال تغير من داخله بحيث أنه لم يعد يقبل الشراكة ولا التسوية ولا بين قوسين التعايش على الإطلاق. يعني هناك طرد لا أفكار التعايش، التقاسم، هذا انتهى تماما. أكثر من ذلك سيدتي، هذا مثل هذه المذابح التي تجري الآن. إسرائيل على فكرة تقدم للعالم وللإقليم وللفلسطينيين نموذج لا يمكن التعايش معه. يعني أنا برأيي إنه إسرائيل تخطئ تماما، تسيء لنفسها ولمستقبلها، لأنها بهذه الجرائم تصبح صعبة القبول، صعبة المنال، صعبة التعايش مع أي حدا. وفي هناك أنظمة كثيرة في العالم رأينا ماذا تفعل وكيف أن العالم لفظها إما بالتدريج أو بمرة واحدة. لهذا السبب أنا برأيي أنه هاي المذابح اللي بيجريها نتنياهو إذا بده يسجل نصر تكتيكي، لو سمحتي لي، بده يسجل نصر تكتيكي، ولكنه هذا هزيمة استراتيجية حقيقية. نفس النقطة أريد أن أتناولها وأريد تعقيب السيد إبراهيم الدراوي عليها فيما يتعلق بهذه المزاعم الإسرائيلية اللي تتحدث عن حماس وعن هذا المنطقة المسيجة ليحتمي فيها عناصر حماس على أساس تم استهدافهم فوق الأرض من خلال اتهامها باستخدام المدنيين والاختباء وسط المدنيين. أستاذ إيمان، سأعيدك إلى ما يقوله الإسرائيليين عن أنفسهم، أنهم لديهم التقنية العالية على أنهم يغتالوا في أماكن معينة، وهذا ما حدث مع صالح العروري في بيروت، تم اغتياله في الشقة الموجود فيها، لم يصاب الشقة اللي فوقها ولا الشقة اللي تحتها ولا اللي جنبها. فبالتالي يعني إسرائيل هي التي تتحدث عن هذا الأمر وتطلب من الجانب الأمريكي أسلحة تساعدها على هذا الأمر، دي أمر واحد. الأمر الثاني هو أن الجانب الإسرائيلي يريد الخروج من هذه الأزمة التي وضع فيها بنيامين نتنياهو نفسه في ظل تصريحاته يمينا وشمالا، خاصة أنه لم يستطع الصمود أمام الداخل الإسرائيلي أو أمام الإدارة الأمريكية التي تزعجه، وتحديدا عندما يأتي مدير CIA وموفد الأمن الخاص لبايدن ويذهب إلى بنيامين نتنياهو ويجلس معه ويتحاور معه، وأيضا يطلب من بنيامين نتنياهو أن يضع خطة أو اتفاقية أو بنود صفقة يوافق عليها ثم يطرحها بايدن. كل هذه الأمور لم تسع الإدارة الأمريكية أن يسمع كلامهم بنيامين نتنياهو، وبالتالي هناك أزمة داخلية لدى بنيامين نتنياهو وأزمة خارجية أعتقد أنها من الممكن أن تطيح به. لكن التشدق بالدولة الإسرائيلية، وده دعني لا بد أن أرد على ضيفك من الأراضي المحتلة، ولا بد إذا كان لديهم يعني ثقة في أنفسهم يجاوبوا علينا على هذه الأشياء. واحد، الأسرى الإسرائيليين الذين خرجوا من السجون الفلسطينية من لدى حركة حماس لم يذهبوا إلى مستشفى نفسي بالمناسبة حتى هذه اللحظة، مع أن العلم أن جنود جيش الاحتلال يعالجون نفسيا الآن في المصحات النفسية لما رأوه من أهوال في قطاع غزة. دي واحد. اثنين، أنا أعيد وأطلب من الجانب الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي أو السلطة الإسرائيلية أن تفيدنا بما باسم السيدة سهام أبو سالم من خان يونس 68 سنة معها ابنتيها ومعلقة منذ 140 يوم في السجون الإسرائيلية. دي كارثة حقيقية وإنسانية، الذين يتشدقون بحقوق الإنسان والحرية والديمقراطية وهي أفضل ديمقراطية في العالم. أعيدك إلى الصورة التي رأيناها للأسير المحرر الذي عاد بعد 6 أشهر أو 4 أشهر وهو يعاني من أشياء عصبية في وجهه، كلنا شفناها في وسائل الإعلام. كل هذه الأمور أعتقد أن احنا أمام جيش همجي، أمام دولة همجية، أمام دولة يهودية متطرفة، أمام دولة لا تريد التعايش إلا مع نفسها. كل هذه الأمور أعتقد أنها وجب على المجتمع الدولي والولايات المتحدة الأمريكية، وأنا أحمل الولايات المتحدة الأمريكية
كل المسؤولية لما يحدث في قطاع غزة، من تجويع، من كثرة الأمراض لدى المواطنين، من تدميرهم، من كل ما يحدث، لأن الإدارة الأمريكية ما زالت موجودة تحارب مع الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة. لدينا كل هذه الأمور موجودة، فلدينا أزمات طاحنة مع الجانب الإسرائيلي في قطاع غزة، لن يكون لها موقف إلا مع الموقف الدولي والأوروبي. نقاط مهمة أحيلها للسيد يونيب بن مناحيم للتعاطي والتفاعل معها في هذا السياق، خاصة أنه حتى يعني بيان حماس يتهم الولايات المتحدة من خلال دعمها لإسرائيل بهذه الغارة وبالضحايا في خلال هذه الغارة. لكن بشكل عام عندما نتحدث عن هذه الاستحقاقات بالنسبة لنتنياهو، استحقاقات داخلية وخارجية، هل يريد من خلال هذه العملية بهذا الشكل خلط الأوراق، الهروب للأمام من استحقاقات المفاوضات؟ لبغاية الأمس فقط بايدن يقول أنه متفائل بشأنها. أولا أنا أريد أن أؤكد، أنا ليس ناطق بلسان نتنياهو وليس بلسان الحكومة الإسرائيلية وليس ناطق بلسان الجيش الإسرائيلي. لا بالتأكيد، ولكن في قراءة للموقف، قراءة الموقف من وجهة نظر الإسرائيلية، وأنا أحيانا بنتقدهم على سياساتهم. يعني نحن دولة ديمقراطية ونستطيع أن نقول أي شيء. عليك أن تفهمي المنظور الإسرائيلي هو بأن، وهذا لا يختلف عن دول الغرب، إنه ليس هناك أي حسنة للإرهابيين، وخاصة قادة الإرهاب، يعني أسامة بن لادن، أبو بكر البغدادي، يعني قيادات من هذا النوع. وليس بالنسبة لإسرائيل أي فرق بين أسامة بن لادن وبين يحيى السنوار أو بين أبو بكر البغدادي وبين محمد الديف. بالنسبة لإسرائيل هم قتلة وإيديه ملطحات بالدم المواطنين. ضيفنا قال لماذا لم تكن عملية دقيقة على غرار العملية اللي تم فيها اغتيال صالح العروري؟ حتى الآن التقييم لا يؤكد مقتل هؤلاء، إذا لم يعني تفاصيل وضعهما سواء من ناحية الإصابات أو مقتل، لكن بالمقابل ما هو مؤكد مقتل أكثر من 71 وإصابة 300 من المدنيين. أول شيء إسرائيل لم تعترف حتى هذه اللحظة، خلافا لما قال السيد من القاهرة، إسرائيل لم تعترف باغتيال صالح العروري. هذا يعني قرار الاستهداف أو قرار الاغتيال هو حسب الظروف في الميدان، والقرار بنهاية المطاف هو قرار للمستوى السياسي. الجيش الإسرائيلي والمخابرات هم يعطوا المعطيات لما يجري في الميدان، والقرار يتخذ من قبل المستوى السياسي. فأنا لا أعلم ولا أحد يعلم ما كانت الاعتبارات السياسية حتى هذه اللحظة، ولكن بطبيعة الحال أستاذ يوني، لكن سؤالي، هل برأيك يسعى من خلال هذه الخطوة نتنياهو للهروب للأمام لخط الأوراق والتهرب من استحقاقات المفاوضات؟ لا أعتقد ذلك. نتنياهو صرح من منذ اليوم الأول للحرب، صرح بصورة علنية عدة مرات بأنه ينوي اغتيال السنوار ومحمد ديف وكل القيادة العسكرية لحماس. هذا ليس شيء جديد، إسرائيل تلاحق أولى القادة لحماس منذ بداية الحرب. وإذا كانت قبل أسبوع أو أسبوعين أو شهر كانت لإسرائيل معلومات دقيقة عن وجود محمد ديف لقتلته قبل فترة. يعني هذا ما حصل هو شيء جديد، هذه معلومات استخباراتية جديدة تلقت المخابرات الإسرائيلية، وبسبب هذه المعلومات الدقيقة تم استهداف محمد الديف ورفع سلامه. ليس هذه السياسة الموجودة منذ اليوم الأول للحرب. ماذا عن المدنيين؟ ولا أحد يريد قتل المدنيين الأبرياء، ولا أحد في إسرائيل يريد قتل المدنيين الأبرياء. ولكن إذا في هناك استخدام من قبل حماس لهؤلاء المدنيين الأبرياء، فالقرار هو قرار سياسي. من هو الأفضل، أن يضل هذا الإرهابي في على قيد الحياة أو سنقتله مع بعض المواطنين الأبرياء
وهذا ممكن شيء تستفيد منه إسرائيل وأيضا يستفيد منه الشعب الفلسطيني، لأنه هم الذين يجلبوا المأساة على الشعب الفلسطيني أيضا، ليس فقط على الشعب الإسرائيلي. دكتور أحمد، تعقيبا على هذه النقاط وكيف سينعكس هذا الأمر على مسار التهدئة والمفاوضات برأيك، خاصة يعني تابعنا رد فعل حماس اللي قالت أنه هذا يظهر بأن إسرائيل غير مهتمة للتوصل إلى أي اتفاق، ووصفت الهجوم بأنه تصعيد كبير جدا. لا، إسرائيل عمليا عندها منطق، حتى يعني منطق أنه هي يجب أن تكون هي صاحبة الكلمة العليا، هي التي تمارس السياسة الصحيحة، لا الحق في القتل، لا الحق في الاعتقال، لا الحق في الاحتلال، وأي حدا بيعترض عمليا هذا مش مظبوط، هذا ضد السامية، إرهابي، اللي بدك إياه سميه. يعني هاي منطق غريب عجيب، إلى درجة أنه وزارة لجنة الخارجية والأمن في الكنيست قررت أنه الأونروا، وهي هيئة دولية يعني تشكلت بقرار بمجلس الأمن، إنها هيئة إرهابية أو جهة إرهابية. إلى هنا تصل إسرائيل. على فكرة كل مرة اغتالت فيها فلسطينيين في قطاع غزة، وهم يعني كما تدعت إسرائيل إنهم حواليهم درع بشري، قالت إنهم هذول إرهابيين ومن حقنا أن نقتلهم، وبالتالي الفلسطيني البريء بين قوسين هو أضرار جانبية. على فكرة لو نطبق هذا المفهوم على الجانب الإسرائيلي في مشكلة كبرى. لهذا السبب عمليا هذا منطق مش بس استعلائي عنصري ومش إنساني، هذا منطق أيضا يجر الجميع إلى منطقة أخرى تماما، بمعنى أنه إسرائيل عندما تخترق الحدود والسقوف والقوانين والأعراف والأديان، هي عمليا بتجر المنطقة كلها لمنطقة أخرى تماما. وهذا أنا برأيي مرة أخرى بدي أرد وأقول أنه بهذا المنطق، منطق العسكرتارية، منطق الفاشية، منطق الذعر القومي، منطق التطرف، منطق الخصوصية العرقية، هذا كله عمليا يؤجج المنطقة ولا يفيد إسرائيل على الإطلاق. هذا خطر، هذا اللغة خطرة، هذا تفكير خطر، هذا منطق خطر، يعني منطق سيقود إسرائيل نفسها إلى أن تصطدم بكل شيء، حتى مع أطرافها أو داخل مجتمعها، وأنت ترين أن هناك اصطدام. لهذا السبب هذا منطق مرفوض حقيقة. وأول ما أول شيء وأنه مرفوض لغاية الأمس، بعض التقارير كانت تفيد نعم صحيح أن الوضع صحيح. العسكري الميداني للقيادة العسكرية داخل قطاع غزة لحماس، أبلغت القيادات في الدوحة القيادات السياسية بأن وضعها صعب وأنها بحاجة لوقف لإطلاق النار وفق هذه التقارير دائما. هل يضغط نتنياهو من أجل إفشال هذه المفاوضات أم من أجل مزيد من التنازلات من حماس الآن في هذا الوضع؟ كلا الأمرين، ويضغط عمليا على المواطنين، ويضغط على حركة على المقاومة من أجل الحصول على مكاسب في المفاوضات وربما أكثر من المفاوضات، ويربح أيضا وقت. هذا جزء من الوقت، مثلا أنه إذا على قول حسب الإعلام الإسرائيلي أنه تم اغتيال شخصيتين من هذا النوع. لكن اللي بدي أقوله أنه زي ما قال هاجاري اللي هو الناطق باسم الجيش الاحتلال، قال انه المقاومه فكره. طيب اذا بدي افترض جدلا انه تم اسرائيل اغتالت هؤلاء الاشخاص او غيرهم، هل اغتالت فكره المقاومه؟ وبديش استعمل كلام ثاني، هل اغتالت فكره المقاومه؟ هل حلت مشاكلها؟ هل انتهى الموضوع يعني؟ لا، انا برايي انه اسرائيل مندفعه بعقليه منفصله عن الواقع، منفصله عن المجتمع الدولي، منفصله عن كل شيء، واعتقد انه هاي العقليه هي ستقود اسرائيل الى مصائر يعني مجهوله تماما. ليبرمان وبعيدا عن انه يعني كلامه انتخابي، يقول انه اذا ظلت هذه السياسه موجوده ل 2026 اسرائيل لن تكون موجوده. ليبرمان يقول طبعا هاي دوله ديمقراطيه وكل واحد بيقدر يقول بده اياه، ولكن هذا الرجل ايضا لا يتحدث من فراغ. هذه عقليه لن تفيد اسرائيل، عقلية القتل، عقلية النفي، عقلية الإقصاء، عقلية التفوق العرقي، هذا لا يفيد على الإطلاق، على الإطلاق. أستاذ إبراهيم، في هذه النقاط وفي التداعيات المتوقعة لهذه الضربة، لهذه العملية في مسار المفاوضات، في مسار نتنياهو نفسه الذي يعني يتوجه للولايات المتحدة، إلى غاية الأمس كان هناك التأكيد على أساس أنه بايدن هذه المرة منفتح وقد يستقبل في البيت الأبيض، وهذه كانت نقطة النقاط.
هل ستتم مراجعات في هذا الصدد وسيكون هناك تداعيات على نتنياهو على حكومته وعلى الوضع في المفاوضات؟ ضيفنا أيضا دكتور أحمد قال أنه إسرائيل منفصلة عن الواقع، نتنياهو منفصل عن الواقع من خلال هذه السلوكيات. البعض الأصوات الأخرى حتى المعارضة لحماس من داخل أيضا الأصوات الفلسطينية ترى أنه حماس نفسها منفصلة عن الواقع. أين يقودنا هذا؟ هذا الأمر يا شريك مع أستاذ إبراهيم، للأسف هناك مشكلة في الصوت من المصدر لديك، يصعب يعني وصول هذا الصوت الآن. وربما سأحيد قبل أن أتوجه لأستاذ يوني، دكتور أحمد، فيما يتعلق بجزئية أنه حماس والانفصال عن الواقع، هل قادة حماس يقرؤون الواقع أيضا كما هو على الأرض؟ حماس عمليا يعني يوجه كثير من النقد لموقفها، وايضا حتى في بعض قياداتها توجه النقد لسياساتها ولامورها لطريقه ادارتها للحرب. حماس محاصره، حماس يعني انا برايي انه حرمت من طرف التنازل، حتى حرمت من طرف التفاوض. ليه؟ أنا برأيي أنه إسرائيل عندها شعار كبير جدا، أنها تريد أن تجتث حركة حماس، تريد أن تنهيها، تريد أن تنفيها من الواقع. بالتالي يعني التنازل أو التسوية لم تعد ذات أهمية كبيرة بالمناسبة، وكلما تقدم الوقت كلما أصبح هذا الأمر أكثر إلحاحا. بمعنى ما أريد أن أقوله أنه إسرائيل هذا الضغط الكبير الذي تمارسه إسرائيل على المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة وعلى حركة حماس قد تجعل من التصلب والتطرف، أعتقد أنه ممكن يكون حل. بمعنى أنه حركة حماس في هذا عندما تحشر في الزاوية لن تعطي أيضا إسرائيل طرف الانتصار أيضا أو طرف تحقيق النتائج. لهذا السبب برأيي المتواضع الآن الحرب خلينا نسميها حرب، الحرب في ذروتها، في ذروة التصادم بين عقليتين بين طرفين، بده كل واحد يوقع التوقيع الأخير على هذه المعركة. بالمناسبة هذه معركة مصيرية إلى حد كبير، مصيرية لأنها تحدد اتجاهات إسرائيل، ومصيرية أيضا لأنها بتحدد اتجاهات الفلسطينيين. هي مصيرية. نعم أعود لأستاذ إبراهيم في هذه النقطة أيضا، على ما يبدو أنه بات جاهز الآن. نعم، أنا أرى أن نظرية المؤامرة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية أعتقد أن احنا لدينا مشكلة فيها، خاصة لو أعيدك إلى عملية النصيرات. كانت هناك مفاوضات وتم الانتهاء على عملية النصيرات، يعني المفاوضات انتهت بعملية النصيرات التي كانت تخطط لها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإجراء المفاوضات في آن واحد في قطر والقاهرة وباريس 1 و2. ولكن النهاردة بننظر إلى المفاوضات وأيضا موجودة في الدوحة والقاهرة، والولايات المتحدة الأمريكية موجودة عندنا، ويحدث هذا الأمر. فبالتالي أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية تعلم كل كبيرة وصغيرة لدى الإدارة الإسرائيلية وما تقوم به، وبالمناسبة هي راضية على هذا الأمر. لكن إدارة بايدن لا تريد أن تصرح بهذا الأمر، هي تريد القضاء على حماس. يعني الإدارة الأمريكية تريد القضاء على قادة حماس، تريد القضاء على حركة حماس، لكن لا تريد أن تكون مشاركة في قتل المدنيين. وهي كل تصريحات بايدن والمسؤولين في البيت الأبيض بأنها تحث إسرائيل على عدم قتل المدنيين، ولكن في كل مرة المدنيين يقتلون. الأمر الثاني، أنا أرد على ضيفك في الأراضي الفلسطينية المحتلة أن ما حدث في 7 أكتوبر هو ما يحدث النهاردة. طب يعني 7 أكتوبر دي، أنا أعيدك إلى الأرقام اللي ماتوا في 7 أكتوبر، 3000 ولا 4000. احنا مات النهاردة داخلين على 100,000 شهيد فلسطيني في فلسطين، وأكثر من 100,000 جريح. هذه أرقام خيالية في حروب لم الحرب العالمية الثانية ولا الأولى لم يحدث فيها هذا القتل. احنا بنتكلم عن إبادة جماعية ممنهجة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، من قبل الإسرائيليين، من قبل المجتمع الدولي الصامت على هذا القتل. بالمناسبة يعني المجتمع الدولي سيتحمل المسؤولية، التاريخ سيكتب من تحدث عن قتل الفلسطينيين ومن لم يتحدث عن هذه الإبادة الجماعية. التاريخ سيكتب في القادم بأن هناك مجتمع دولي خزل
شعب بأكمله تجاه فصيل معين وقيادات متطرفة معينة، حتى أن ضيفك يعني يتخلى عنهم وهو من ينظر لهم، ومدعي السلام في إسرائيل يعني يقومون بتبرير ما تقوم به إسرائيل، وهم داخليا يرفضون هذا الأمر لأن عقليتهم لحرية الإنسان وديمقراطية الإنسان ترفض هذا. لكن هو لا يستطيع أن يتحدث هذا صراحة، وبتكلم على بن لادن والزواري وغيرهم دول. هو لو كنت تريد لتفعل ما فعلته الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية عندما كانت تغتال تغتال الشخص بنفسه، وأنتم قادرون. وإلا يبقى إذن الجيش الإسرائيلي فاشل، واترك الفلسطينيين يحكموا أنفسهم ولا تتدخل في شأن الفلسطينيين، واترك إقامة حل الدولتين التي تسعى إليه الدول العربية النهاردة، والولايات المتحدة الأمريكية والجميع يسعى لإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 67، وأنت تكون منصرف لوحدك، لا يوجد معك الفلسطينيين في أماكنك الخاصة بك. كل هذه الأمور يجب أن تحل، لكن للأسف الشديد إسرائيل تريد طرد الفلسطينيين من فلسطين، تريد إقامة الدولة الدينية اليهودية المتطرفة، وللأسف الشديد مدعي السلام الإسرائيلي يساعدون القادة الإسرائيليين على أن تدمير فلسطين وفعل هذا الأمر. للأسف توقتي، شكرا جزيلا لكم إذن جميعا ضيوفي الكرام، من القاهرة الكاتب الصحفي والمتخصص في الشؤون الفلسطينية إبراهيم الدراوي. أشكر ضيفي من رام الله رئيس مركز الدراسات المستقبلية في القدس دكتور أحمد رفيق عوض، وأشكر ضيفي من القدس الكاتب والباحث السياسي يوني بن مناحم.